أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم تواصل دوت كوم، والبداية مع ما اخترنا لكم في عدد هذا اليوم من عناوين. في البداية نتوقف عند مأساة قضاء الشرقاط. هذه المأساة الواضحة أمامكم كانت بسبب السيول المتواصلة التي غمرت مناطق واسعة في القضاء. ثم نذهب إياكم إلى محافظة ميسان، نذهب هناك وذات الأمر وذات الكارثة. الأمطار تغرق العديد من المناطق والمنازل، ومواطنون ينشرون مقاطع ساخرة من الحكومة واستعداداتها التي لم يجدوها على أرض الواقع. بعد ذلك نذهب إلى قضاء الحمزة بمحافظة القادسية، وكذلك نتطرق إلى ما يحدث في محافظة البصرة التي تتواصل فيها اعتصامات عدد من الأهالي مطالبين بالحقوق والخدمات. أما الختام فسيكون من ميسان ومعاناة المواطنين فيما يخص التقدم إلى تعيينات وظيفية جديدة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من قضاء الشرقاط بعد السيول التي غمرت مناطق واسعة في القضاء. جولتنا مستمرة بالبحث عن العوائل العالقة والأطفال الذين غرقوا من قرية الحورية التابعة للجرناف. ما يقبلون يطلعون، ما يقبلون. مريناهم لازم الشفل يجيهم. مريناهم لازم شفل. بطل الاخ هذا يوسف الغثوان، عافيه 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 ابطال الحوريه والخضرانيه وسويدان والجرناف. هذا الشفل زياده احنا العجوز. حشد الخضرانية. جهود أبناء القرى المجاورة لقضاء الشرقاط كانت حاضرة من أجل إنقاذ كثير من العوائل العالقة في داخل منازلها التي غمرت بالمياه داخل القضاء. تعالوا نتابع معا. لاحظوا إخلاء العوائل قبل شباب الخضرانية. حي البطل، حيو. حي البطل، حيو. تعال قاعد بشدي. خما خايف؟ تعال بشدي. تعال هنا بشدي. خما بردان؟ البردان راح حضنه يدفى. لاحظوا كيف هي البيوت غارقة. الشارع العام من قبل من جهة الحورية. الله حيو عم، الله حيو. السيول في الشرقاط تسببت بخسائر في الأرواح. هناك وسائل إعلامية تتحدث عن وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص، إضافة إلى خسائر مادية أخرى. عجيب هذا الشاب العراقي، من وجعه ومعاناته يصنع بعض ترفيهه وفرحته محاولا إيصال رسالة إلى المسؤولين الذين قصروا عن عمد بحقوقه وبواجباتهم. إنها رسالة النشطاء العراقيين عبر مختلف وسائل التواصل،
ينقلونها لكم بلغة ساخرة. الآن إلى أطفال يحولون الأمطار المتجمعة بالشوارع إلى وسيلة للترفيه. الآن إلى أهالي القرنة في البصرة ونشروا مقاطع ساخرة رغم معاناتهم في الأمطار. يا الله، السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. بشرني شلون اليوم وياك الصيد؟ والله هذا عدل بشوط، سمكة من السماء بالشوط هذا. حصلت هسه 6 الصبح شي سمكة شوكية حمرية؟ هذا النهر وين هذا النهر؟ قضاء القرنة، يعني محافظة البصرة قضاء القرنة، الحي العسكري أو ما يسمى بهور السعد. هور السعد والله صدق، هذا هور. اي والله ابو علي، اخوي اليوم غدا يمه غير؟ ان شاء الله الزوريات يمه اخوي. بصل هاي السيارة غرقت بالهور. غرقت بالهور. يا مسؤول يقبلها، يا شريف، يا نزيه، يا حكومة البصرة، يا دائرة معنية. بندقية البصرة هاي. لا هاي مو عبالكم فينيسيا، لا هاي المنطقة بالقرنة، الحي العسكري، هور السعد. ابو علي اخوي هسه شنو الغدا يمه غير؟ يلا هاي يا اخوي. والله فينيسيا جديدة او مدينة البندقية كما يقال لها، ولكن للأسف ليس مدينة بندقية مزهوة بالجمال بقدر ما هي مدن ومحافظات غارقة بالمياه بسبب فساد وتقصير المسؤولين، كما يتداول شباب عراقي عبر مختلف وسائل التواصل. أزور سليمان. أزور سليمان. وإن من الضحك ما قتل أحياناً. إلى المحافظات الجنوبية حيث خرج رأس بقرة من المجاري. تعالوا نستمع إلى المواطن والرسالة التي وجهها وإلى من يوجهها. تعصوره. هذا شعبها من قصر، خشوا بالحكومة، خلي شوفوا بالبيئة وبالصحة. يعني أنتم قاعدين على الكراسي وما تطلعوا، شوفوا العالم، شوف العالم جاي يسوي، جاي يشوفوا هاي بالمجاري، هاي اجت بالمجاري. ذبوها هذول اهل الزباين وجت بالمجاري، الله يقبل. والله عيب عليكم. هاي كامل. عمي مناشد، عمي يا محافظ، عمي يا مجلس، يا ابو رئيس المجلس، ابو المجاري طلع عمي، طلع خي يلبس شسمه، طلع حاله هالشعب دمرتونا، طلعوه المنامين. إلى أهالي قضاء الحمزة الذين هتفوا ضد الأحزاب الحاكمة بعدما غرقت شوارعهم بالسيول بسبب غزارة الأمطار. الساكن خالص. ويش خلصنا من هذول تاج الروس، نفرح بالمطار تنباق منا فلوس، لا فات النجيف ولا نفح البوس، ولا فات النجيف ولا نفح البوس. يوم الدنيا مغيمة، يوم الدنيا مغيمة، باكر يرحم كم مليار، يوم الدنيا مغيمة، باكر يرحم كم مليار، يوم الدنيا مغيمة. اليوم الدنيا مغيمة، باكر يروحن كم مليار؟ سؤال برسم الإجابة. مقطع يبين أهم مطالب المتظاهرين نستعرضه الآن وإياكم معاً، وجاءنا من قضاء الحمزة الشرقي من أحد المواطنين، صوره وأرسله إلينا نتابع. نحن متظاهرين أبناء الحمزة الشرقي، جئنا اليوم من أجل مدينة الحمزة، لكون مدينة الحمزة مدينة منكوبة من كافة الخدمات، وعلى جميع مسؤولين الحمزة من مجلس محافظة ومجلس بلدي إذا لم يكن لديهم القدرة على
تأييد طلبات المتظاهرين فعليهم التنحي من مناصبهم، ونطالب مدير بلدية حمزة بالنهض في واقع المدينة، ونطالب كذلك مجلس البلدي في قضاء الحمزة الشرقي، ونطالب قي مقام الحمزة الشرقي بالمجيء إلى مدينة الحمزة وشوارعها عند غرض النهوض بواقعها الخدمي. عيب عليهم أهل الحمزة، والله عيب، ما تطيعون بس عقلهم معقلين، أهل العمايم وينهم؟ ما يصير هيك العشاء، ما يصير والله. وهاي شيوخنا وهاي أهل عمايمنا وين صاروا؟ ما يطلعون ولايتهم يشوفون ولايتهم الخايسة، يشوفون شعبهم من المرض مرض، ما يصير هيك يا عم، ما يصير والله العظيم تبهدلنا. والله العظيم تبهدلنا. شكوى رجل عراقي مسن لم يجد من يرحم شيبته. إلى البصرة الآن، حيث يتواصل اعتصام مواطنين أمام شركة نفط الجنوب تحت مجسر التربية. تعالوا نتابع. شركة نفط الجنوب من ساحة الاعتصام رسالة موجهة إلى السيد المحافظ كونه أعلى سلطة في محافظة البصرة. سيادة المحافظ المحترم، قبل بضعة أيام تمت مواعدتنا بإطلاق سراح المعتقل وليد الأنصاري التي لم تثبت عليه أي تهم، التي ثبتت عليه أنه تشابه في الأسماء. اليوم ومن تحت مجسر التربية نطلب من حضراتكم كسلطة عليا لمحافظة البصرة بإطلاق سراح المعتقل وليد الأنصاري فوراً، لأن عائلته تعاني ما تعاني، ولأنه كان واقفاً للشهداء وكان واقفاً للجرحى الذين سقطوا في المظاهرات باسم الشباب الواعي، باسم شباب المظاهرات. الآن إلى مواطن من البصرة يشرح حال المعتصمين وسبب استمرار اعتصامهم. المطر والأجواء والتراب والجسر والرمل، يعني ننكت من الصبح لليل، والساعة بثنتين بالسر القزقص. بس أسأل سؤال واحد للناس اللي ما نصفتنا وحكت بحقنا كلمة حلوة، احنا قاعدين هنا نتونس عايفين عوائلنا. أنا رجال متزوج عندي 4 أطفال، مثل ما حكيت محمد وجبار حكوا المعانات وسيد زيوني، بس أريد أوصل رسالة لكل الناس. اعتصامنا هنا من ضيمنا من الجور، أجينا قعدنا بهذا المكان، شوف المطر وفيضانات الشوارع، ومستمرين بقضيتنا لأجل شنو؟ مطالب 7 5، بس نريد نحققهم. وسيرة ضغطنا على شركة نفط الجنوب حتى بس تستعجل بالتعيين، أنه أنا أريد أنصاف. والله شباب البصرة هاي زلم تستحق تحتمونها، تستحق هاي الشباب توظفونها تنتشلونها، حرامات تضيع. الشاب يحتاج مصرف، يحتاج ابنه ينطي 1000 من يطلع الصبح. إلى ميسان مجددا الآن، نتابع وإياكم كيف هو الواقع هناك بعدما خصصت للمحافظة أو خصص لتربيتها عدد من الدرجات الوظيفية. تعالوا نتابع وإياكم. لا لا زين زين بدل ما يشوف بدل ما يسمع شو شامر عليك بعد تحيونها بعد رأيتم بأمهات عيونكم كيف تقابل عناصر من الأجهزة الحكومية الشباب العراقي المتلهف إلى فرصة، المتمسك ببقية أمل، الخائف على مستقبله المعتم في ظل حكم من لا يراعي ربه ولا ضميره في أبناء وطنه. هكذا يقول نشطاء عراقيون على فيسبوك. أكدوا أيضاً أن استلام معاملات المواطنين المتقدمين للتعيين تم بطريقة غير لائقة ولا تمت لا للأخلاق ولا للإنسانية ولا لأدنى معايير الآدمية بأية صلة. تعالوا نتابع هذا المقطع الآن. هاي المجلة موبايلات البقرة، شنو هاي؟ هاي البيت، هاي البايلات والبقرة. يلا يلا يا الفاضل، هاي موبايلات البقرة، وصلنا وإياكم إلى فقرة آراءكم، وبالتزامن مع قراءة التعليق الذي يسبق
قراءة المنشورات التي كتب شباب عراقي تعقيبا على قضية اليوم. نتابع وإياكم هذه الصورة التي ستظهر أمامكم الآن، وفيها أمانة بغداد تبيع عقارا في منطقة المنصور، كما يوضح بعنوانه دائرة التسجيل العقاري العامة بيع قطع أرض سكنية أو قطعة أرض سكنية، وممهور بختم وتوقيع من رئيس مهندسين أقدم دكتور عصام صالح مهدي مدير عام دائرة العقارات. طبعا هذا مدير عام بالنزاهة، باعها ب3.5 مليون دينار عراقي فقط، وقيمة العقار لا تقل عن 750 مليون دينار عراقي. الآن نقرأ عليكم أبرز التعليقات لشباب عراقي كتب منشورات عبر فيسبوك يعبرون فيها عن رأيهم بهذه الوثيقة. نتابع وإياكم الآن أبرز المنشورات التي كتبت. فاطمة تكتب: مدير عام بالنزاهة متعجبة، وتتابع: وين النزاهة العد؟ فاطمة تقول: كيف يكون مديرا بالنزاهة مثل هذا الرجل ويبيع هذا العقار الذي يساوي عشرات الملايين، يبيعه بملايين قليلة، وأين ذهب المال؟ هل كان مصيره مثل مصير المال الذي ذهب بسيول الأمطار كما يقول محافظ البنك المركزي علي العلاق؟ ربما كل شيء جائز. إلى تعليق أو منشور آخر نذهب وإياكم الآن. سلام يكتب: اللوم يقع على رئاسة مجلس الوزراء التي وافقت على البيع بسعر 10,000 دينار للمتر المربع الواحد. سلام يقول: إن المشكلة ليست بهذا المسؤول في مديرية النزاهة، وإنما المشكلة الأساس هي في مجلس النواب الذي شرعنا مثل هذه الأفكار الفاسدة كما يرى. إلى تعليق في منشور جديد نشره توفيق عباس الموسى ويقول: وما خفي كان أعظم. توفيق يرى أن مثل هذه القضايا هي التي تخرج إلى الإعلام، وما يدار من تحت الطاولة ربما كان أعظم مما نشاهد ومما نسمع. إلى تعليق جديد عمار نعمة يكتب: حاميها حرميها، الله يلعنهم. إذن الرسالة من عمار إلى المعنيين بها واضحة، ولكم أن تستشفوا منها ما تحكمون من خلاله على من يسرق أموالكم. هكذا يقول شباب عراقي على مختلف وسائل التواصل. إلى التعليق الأخير نذهب الآن، وفيه سمير أحمد علي أو العلي يكتب: حبيبي ليش الضوج؟ هو العراق كله مبيوع للمناضلين الشرفاء اللي كانوا يقاومون الظلم والفساد. هنا إسقاطة وإشارة إلى الأحزاب الحاكمة، إلى الميليشيات المسلحة، وإلى المرجعية الدينية كما يقول شباب عراقي. تداول منشور هذا الشاب وتداول الوثيقة سابقة النشر. الهاشتاج الذي نشط مشاهدين الكرام خلال الساعات القليلة الماضية هو هاشتاج سيول الشرقات. هذا الوسم الإلكتروني جمعنا من خلاله لكم مجموعة من التغريدات، نقرأ عليكم أربعا منها فقط. إلى التغريدة الأولى وكتبتها سارة مسعد تقول: الموت في بلادي له طرق عديدة، تموت من تفجيرات الإرهاب، تموت من إطلاق النار بالمناسبات، تموت بغلط طبي، تموت غدرا، تموت في حادث مروري، تموت غرقا في السيول. رحم الله شهداء الشرقات. سيول الشرقة، الرسالة واضحة: العراقي جرب الموت غرقا، جرب الموت قصفا، جرب الموت رميا بالرصاص، فأي أنواع الموت بقيت ولم يجربها العراقي بعد؟ إلى تغريدة ثانية، مسلم الدهر ومسلم الدهر يقول: الواجب على الحكومة تشكيل خلية أزمة لمواجهة سيول الشرقاط وإنقاذ المحاصرين، ويجب تكليف طيران الجيش ووحدات أخرى من الدفاع بواجب إنساني للمشاركة في إخلاء إخواننا في الشرقاط. مسلم يدعو بلسان من تبقى لديه بقية من أمل ويقول: على الحكومة أن تبادر، على الحكومة أن تقوم بواجبها، على الحكومة أن تكون حاضرة. وما ينشره العراقيون عبر فيسبوك وتويتر يبين أن الحكومة ربما لا تعرف ما يدور أصلا، أو لا هي لا تهتم. إلى تغريدة ثالثة وفيها ياسر الجبوري يكتب: ياسر، الموت في العراق بطرق مختلفة: الإرهاب، ارتفاع درجات الحرارة، اغتيالات، دقة عشائرية، نقص الأدوية، حوادث حرب أهلية طائفية، وأخيرا وليس آخر سيول الشرقاط. تعددت الأسباب والعراق واحد. ياسر يكرر أو ينقل لكم مجموعة من الطرق الموت التي للأسف تعرض إليها المواطن العراقي. إلى التغريدة الأخيرة،
سافانا تكتب: اللهم احفظ أهالي الشرقاط وارحمهم يا رب العالمين. إذن الختام كان بدعاء من هذه الفتاة بالرحمة لمن توفوا بسبب الإهمال الحكومي للأسف، وتواصل الأمطار الغزيرة التي لم تجد أمامها البلديات للأسف الحلول، أو لربما لم تسعى لحلها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. إهمال الحكومة وأزمة الجفاف. سؤال إجابته عند المسؤولين: كيف ستبدو البصرة إذا أصبحت بلا نخيل؟ مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقا نلتقي وإياكم في عدد جديد. إلى اللقاء.